في مواجهة ستراري روبينيو سجل 3-2 الميلان يقلص الفارق وروبينيو سجل الثنائي ليه في هذا اللقاء. إذا بعد دفع كبير لاعب ماسي المدافع الشاب اللي أعطاه فرصة مدرب ماسيمو كاريرا يتسبب في ركلة جزاء وروبينيو غلط ستراري و3-2 التقدم لصالح اليوفي. بالرغم من ان مستوى الشوط الثاني لم يرتقي للمستوى الكبير